جديدة من قطاع غزة بشهر رمضان المبارك. ينعاد علينا وعليكم بكل الحب والعافية والبركات. مشاهدينا، من خلال فقرتنا لليوم رح نتحدث وإياكم عن خلال أيام صيامنا، هل يعتبر هذا الشهر بالفعل فرصة حقيقية للأشخاص اللي حابين أنهم ينقصوا من أوزانهم؟ هل بالفعل يعتبر فرصة حقيقية للناس اللي طيب حابة أنها تحافظ على وزنها وتعمل استقرار في الوزن؟ طيب شو أنسب الأوقات اللي ممكن أنه نمارس من خلالها الرياضة خلال هذا الشهر الفضيل؟ معلومات أكثر بالتأكيد مشاهدين رح نتحدث من خلالها مع الدكتور محمد منصور اللي مشرفنا لليوم، أخصائي التغذية العلاجية. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور محمد، كل عام وحضرتك بألف خير. أهلا وسهلا بكم وكل عام وأنتم بألف خير. يعني من خلال المقدمة اللي تحدثت فيها، هل يعتبر فعلا هذا الشهر الفضيل فرصة لمن يريد إنقاص وزنه دكتور محمد؟ نعم، يعني بالنسبة لشهر رمضان المبارك والصيام هو بمثابة هبة ربانية لتنظيف الجسم وإعادة توازن الجسم. نعم. كأنه بنقول هو عبارة عن صيانة ربانية لأجهزة الجسم المختلفة. نعم. كتير بنحكي إنه إحنا ما بننقص وزن عشان نصير أكثر صحة، لكن إحنا المفروض نكون أكثر صحة عشان نتخلص من الوزن، وهذا هو بيت القصيد. رمضان بمثابة تنظيف للجسم من السموم، رمضان بمثابة إعادة هيكلية وترتيب الجسم من أول، رمضان فرصة لتنظيف وتنظيم معدل الأيض والحرق. كل هالفوائد العلاجية إحنا ممكن نجنيها إذا يعني أخذنا في عين الاعتبار كثير من العوامل وكثير من التعليمات اللي إحنا ممكن نتبعها بشكل صحي في شكل رمضان. إذن رمضان هو فرصة ذهبية وحقيقية لاستعادة صحة الجسم من جهة، وفقدان الدهون المتكدسة واللي تكدست على مدار عام كامل. نعم، طيب شو هي هاي الطرق دكتور يلي من خلالها ممكن عن جد نقدر نحصل على هاي الفرصة الذهبية خلال هذا الشهر الفضيل؟ شو الشغلات يلي نبلش فيها؟ طيب شو الشغلات يلي نتجنبها كمان؟ نعم، يعني بداية يعني الركائز الأساسية للتغلب على اللي هو الوزن الزائد في رمضان، أولا أيها المشاهد أيها المشاهدة اعرفي مقدار السعرات الحرارية اللي جسمنا بيحتاجها. نعم. أي زيادة عن الاحتياج اليومي السعرات الزائدة تترجم على هيئة الدهون تتكدس في الجسم. إذن لازم نعرف شو احتياجنا من السعرات الحرارية. نعم. هذا أولا. هذه السعرات الحرارية يجب أن تترجم إلى نظام غذائي صحي، وهنا نركز على مفهوم جودة الغذاء. جودة الغذاء، كل ما زودنا الجسم بالعناصر الغذائية والاحتياجات اليومية. نعم. وهذا يعني يؤدي بطبيعة الحال إلى رفع معدل الحرق. وخلينا دائما بوجه السؤال لكل المشاهدين، متى الجسم بيزيد معدل حرقه؟ في ثلاث شغلات. أولا إذا كان هذا الجسم مرتاح تغذويا، يعني بياخد كفايته من العناصر الغذائية فالجسم مطمن على باقي أجهزته. اثنين، هذا الجسم مرتاح نفسيا، وهنا نضبط معدل الكورتيزول إن شاء الله حنعرج عليه كمان شوي، لأن كل ما كان هرمون الكورتيزول اللي ناتج نتيجة التوتر واضطرابات النوم أكيد في عندي أنا يعني ارتفاع في معدل الإنسولين، ومن ثم تكديس لهذه الدهون أكثر فأكثر. طبعا. الجسم يحرق عندما يكون مرتاح صحيا، وهنا نحيد بعض اللي هي المشاكل الصحية اللي ممكن تكون يعني سبب في عدم الحرق، وهذه دعوة لكل الأشخاص إلى عمل ما يسمى بالتقييم الغذائي لمعرفة شو هي الأسباب الكامنة وراء السمنة. هناك أشخاص اسمان نتيجة اضطراب في الغدة الدرقية، هناك ناس اسمان نتيجة خفض في مستوى مثلا فيتامين د، هناك ناس بيعانوا من اضطراب وخفض في معدل الأيض. إذا عرف السبب بطل. نعم. العجب. الركيزة الثانية نتحدث عن جودة الرياضة، وهنا يعني كل ما اهتمينا بنوعية الرياضة، للأسف إحنا يا بنطخ بنكسر مخه. نعم. يا بنروح بنمارس الرياضة بشدة وبنروح على الجيم كل يوم، وممكن نبدل ساعة وساعتين رياضة وممكن ما نلعب بالمرة. الرياضة بحد ذاتها المناسبة هي الرياضة التي تناسب الشخص،
من ناحية النوعية ومن ناحية تكرارها ومن ناحية أيضا شدتها. فالرياضة هي فرصة لتحفيز هرمون النمو الذي يبني العضلات. الرياضة بمثابة يعني تثبيط لهرمون الكورتيزول والذي بحد ذاته ممكن يقف أمام اللي هو نزول الوزن. الركيزة الثالثة في رمضان جودة النوم. وهذا ما نعاني يعني هذا يلي من خلال رمضان بيتشقلب كل نظام طبعا حياتنا. هناك ارتباك للساعة البيولوجية في رمضان، بصير ليل نهار ونهارنا ليل، وهذا بحد ذاته بيحفز عندي أنا من مستويات الكورتيزول من جهة وتثبيط لمستوى هرمون النمو والميلاتونين من جهة أخرى، واللي بحد ذاته يعني بيحفز اللي هو ترسيب الدهون في الجسم. هالثلاث ركائز يجب أن تأخذ في عين الاعتبار: جودة الطعام اللي بنتناوله، جودة الرياضة اللي احنا بنمارسها، وجودة النوم عشان نحصل على حرق ممتاز. نعم. طيب يعني دكتور، في شهر رمضان المبارك في عنا وجبتين، وجبة الإفطار ووجبة السحور، كيف ممكن يعتمد هذا الصائم نظام صحي من خلال هالوجبتين؟ نبلش بوجبة السحور. يعني وجبة السحور وإحنا بنسميها دائما وجبة الصمود، اللي هي بتصبرنا على يعني الجوع والعطش في ساعات يعني نهار رمضان. وجبة السحور يجب أن تكون هي وجبة إشباع، وعندما نتحدث عن عنصر الإشباع هنا نركز على الألياف. إذا نبحث عن الأصناف التي تعطي أجسامنا الألياف واللي بتتمثل بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات، وبين قوسين البروتينات الحيوانية من جهة كالبيض والبروتينات النباتية كالبقوليات من جهة أخرى. لكن لازم نتذكر أن الإكثار من الشيء ضار حتى لو كان مفيدا. كثير من الناس بنلاقيهم مع وجبة السحور يعني بيأكل لما يصل لمرحلة شبع فظيعة. نحن لسنا جمال، لا نخزن ماء ولا نخزن طبعا لا نخزن طعام، وإنما نبحث دوما عن جودة الغذاء اللي احنا بناكله. فوجبة السحور يجب كأنه بنقول من كل بستان زهرة. يعني حصة النشويات نركز على الحبوب الكاملة، القمح ومشتقاته كالشوفان يعطي إحساس بالشبع. نتحدث عن الخضروات، شكل ونوع. كل ما نوعنا بالألوان كل ما الجسم أخذ أكبر قدر من العناصر الغذائية، وكمان من مين؟ من الألياف. الفواكه، وهنا دعيني نتوقف قليلا. الفواكه يعني نركز على الفواكه المجففة لكن دون الإفراط، لأنه تناول الفواكه بكثرة رح يحفز لي هرمون الإنسولين في ساعات نهار رمضان، ومن ثم رح يعني يعطيني إحساس بمين؟ بالجوع. أيضا في وجبة السحور لا نتناسى شرب الماء. الماء يجب شربه على مدار يعني بداء من أذان المغرب وصولا لأذان السحور، يجب شرب الماء كل نص ساعة، كل ساعة لربع كاسة مي، لأنه لما أنا بشبع مركز العطش أكيد رح أشبع كمان مركز الجوع. دون المبالغة، لأنه كمان إحنا مش جمال ما بنخزن كمان مية. شرب الماء الزائد الكليتين عم تتخلص منه أول بأول، فراح كأنك أبو زيد ما غزيت، راح نحس بالعطش. أيضا في وجبة السحور يجب أن نتجنب ثلاث: حوادق وحوارق وحلويات. عندما نتحدث عن حوادق نتحدث عن الأطعمة المالحة، لأنه الملح بده مية، حنحس بالعطش وحنحس كمان بالجوع. نتحدث عن حوارق، الأطعمة المتبلة، الأطعمة الحراقة طبعا يجب أن تستبعد في وجبة السحور. ثالثا الحلويات، تناول الحلويات أو التركيز على المربى والحلاوة أو كم من حبة قطايف زادوا على الإفطار وبدي أنا يعني أجبرهم على وجبة السحور، طبعا هذا ممنوع، لأنه ارتفاع السكر في الدم يليه ارتفاع انسولين، ومن ثم انخفاض في السكر والإحساس بالجوع. وتحدثنا عن وجبة السحور هي وجبة صمود وليست وجبة تجويع. تمام. طيب دكتور، هلأ كتير من ستات البيوت عم يسمعونا، ستات البيوت البسيطة يلي يعني ممكن ما تكون بتعرف شو يعني ألياف بالمعنى الدقيق أو بروتين بالمعنى الحرفي، فكيف ممكن نعطي ست هالبيت يلي عم تسمعنا نبذة أو نموذج لنظام غذائي ممكن يكون متكامل على وجبة السحور؟ يعني نرجع
تحدثنا من كل بستان زهرة. نعم. عندي أنا 6 مجموعات غذائية، تحدث المجموعة الأولى نشويات، تحدثنا عن الخبز الكامل دون الإفراط أو نعم. استبداله بالشوفان. المجموعة الثانية بروتينات، البروتينات حيواني نباتي، ممكن نحط البيض، ممكن نحط الفول. الفول يعني الألياف اللي فيه أو القشرة اللي فيه تعطي إحساس باللي هو الشبع. نعم. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور على هاي المعلومات القيمة. كان بودنا يكون معنا وقت أطول للاستفادة من حضرتك قدر الإمكان، ولكن للأسف هذا هو الوقت المتاح. الدكتور محمد منصور أخصائي التغذية العلاجية شرفنا ونورتنا، كل عام وحضرتك بألف خير. حياكم الله وكل عام وأنتم بألف خير. إذا مشاهدينا الكرام لهون بكون وصلت وإياكم لختام فقرتنا لليوم، إن شاء الله بنكون إحنا وإنتوا استفدتوا منها بإذن الله تعالى ونبلش نطبقها كمان على أرض الواقع. شكرا على حسن المتابعة، يسعد صباحكم.